وانتظار الدقائق التي سيشارك فيها في هذه المباراة، وربما تحديدا في شوط المباراة الثاني، خاصة وأن جاهزية لم تكتمل. فترة حكم المباراة مشاهدينا تعلن عن ضربة البداية لشوط المباراة الأول لهذا اللقاء. المنتخب الأرجنتيني لا يبدأ بميسي، لكنه يبدأ فاريز يتألق مع غوارديولا هناك مع السيتيزنز، ويريد أن الاختيار كان بالنسبة له صعب، لكن الآن نشوف نيكولاس الذي يتقدم في الجهة الركنية. ديباور على التنفيذ بيرسل كرة عرضية عالية متابعة. الله يا أوتامندي، يا لها من ضربة، يا لها من مقصية. هدف لا يسجله المهاجم، لكن تفعل هنان الأرجنتين عن طريق دفاعها. يا لأبطال العالم، ليس هناك أجمل من هذه البداية يا ميسي إلا هذه التصويبة. أوتامندي، أوتامندي 35 سنة لتسجل هذا الهدف. الله على العرضية، الله على النهاية، ارفع ارقامها قياسية. انظر الى الكرة العرضية، الكرة تدخل قارية كن حذر. شوف اللقطة الماضية، أوتامندي يفاجئ ميرا. انظر الان التانكو يحاولون الرقصة، لم تنتهي بعد بل بدأت الان. 6 دقائق مرت من زمن شوط المباراة الاول، حتى الان المنتخب الارجنتيني الذي يتقدم. هناك انذار على انزو، على انزو فرنانديز بتاك اكواي، لكن الرد قد ياتي، التصويبه تاتي، والكره التمريره عادت بعد ذلك في استلام وحاول المرور، ولكن اختياره بيرسل الكره الى نيكولاس، عدى صواب يا نيتا الاخرى الى المنصات من جديد. كره ثابته عرضيه، شوف السرعة الآن، شوف المحاولة إلى نيكولاس اللي تقدم فيها بيرسلك، شوف الانطلاقة، شوف نيكولاس اللي تقدم بيرسلك كرة عرضية أطول من الله. أوامر الأرجنتين تريد الثاني، هل صدرت الأوامر؟ هل صدرت الأوامر؟ يا للأمر الذي لم ينجح في كتابته وتنفيذه. لو تعرف طالت سنة، لو تعرف طالت سنة، لكن الله على النقلات. إما كاليستر إلى ألفاريز، لمسة لو تارو لو استلم، لكن الكرة كريستيان روميرو بلا شك بعد أن سجل المدافع الأول عرضية، لكن كثير من السعادة يا أرجنتين الكثير. يا جونزاليس الكرة إلى الميرون، بيرسل الكرة إلى رامون سوزا، هناك خطأ. منتخب احتفالي داخل المنزل، يا ديباون عرضية رأسية تأتي، ولكن الكرة ثابتة لمصلحة المنتخب الباراغواني. عرضية لكن الكرة يبغي يسجل لاعب توتنهام بالتأكيد، أتلانتا السابقة وجنوا قبل ذلك. هذا لو تارو، هذا لو تارو، هذا لو تارو، بيرسل الكرة إلى الفريق، لكن انظر إلى الكرة، انظر إلى التمريرة، وصلت في الجهة اليمنى. لو تارو يا رب، يا الله، تحرك المرمى يا لو تارو. لماذا تعاندك بهذا القميص؟ لماذا لا تسجل هنا بسهولة؟ شوف اللمسة هي منك يا لو تارو، هي منك. نحن سنستمتع أكثر، انظر إلى المتعة الآن. لكن ديباور، الله على المرور، بيرسل الكرة، يا سلام، ركن لك الضعيف كانستر. الله، مرور، محاولة، سقوط. ماذا يقول الحكم؟ البرازيلي يشير إلى استمرار اللعب. يا للقطة يا مكانستر، هل تريد أن تخترق الجميع في لقطة واحدة؟ إنه يسقط، والمنتخب الأرجنتيني صارت خطرة، صارت خطرة. الأرجنتيني كونزاريز العرضية، يمكن، لا يمكن، ولو تارو لا، لو تارو لا، بيرسل الكرة، الله، تعود مرة أخرى. إنهم يسجلون عن طريق الضغط، والضغط يستمر. تشعر وكأن كأس العالم لم يحققونه بعد، وما زال زالت، لكن الآن كونزاريز، لكن الآن كونزاريز. لو عدى كارلوس كورونيل اشرب، عط شوك، عط شوك، شوف اللي يلعب أمامهم. الكرة بتتحول الآن فيها تصويبة، والكرة بترجع جديد إلى ديباون، لمسة، تصويبة يا رب. خسر القائم، الكرة وصلت إلى إنزو، الثاني جاي، الثاني جاي، الكرة تصل إلى ديباون. الباراغواي لازم يسلمون المباراة. سلم نفسك يا رجل، شوف اللي قاعد يسويه. التصويبة تكمل يا أرجنتين، تكمل يا أرجنتين. مستحيلة يا جونزاليس، مستحيلة هذه اللقطة، هذه اللقطة.
صعبة بعد أكثر من 20 تمريرة و 25، لماذا أضعتها؟ بالمنمتل الكبير جدا بانتظار حصة الشوط ليو ميسي في أن يكون بديلا في الشوط الثاني. فترة البرازيلي حكم هذه المباراة المؤلم أو سدد كرة في القائم يتقدم بيرسل كرة عرضية الكرة ميلا، وشوط أول في الوقت الذي يجهز فيه ليو ميسي كرة الأرجنتينية في المونيمنتال. لكن قبل ذلك هنا محاولة، الله يا سوزا يا سوزا، هذه الفرصة قد لا تتكرر. انظر إلى عيون غارنيرو، انظر إلى عيون المدرب التي تهى الجميع في المونيمنتال، العناق مع ليو ميسي، هذا الشاب الذي سيكون له المستقبل، سيترك مهام. شايف الفرحة على أوتامندي وهو العودة، انسجلوا هدفا، سنشاهد شوطا مثيرا، الكرة العرضية له أن يستمر لأطول فترة، وهذا ميسي الذي يتقدم، هنا المحاولة، هنا التمريرة، هنا ديباول يتقدم، بيرسل الكرة في مكان إلى ليو، في المحاولة، في التصويب إلى غونزاليس، عدى غونزاليس، يتقدم، توغل، مرر، لكن الكرة 20-30 بالتأكيد لاستضافة المباريات الافتتاحية مع منتخب الأوروغواي ومنتخب الباراغواي، تلك البطولة التي ستشارك 6 دول في استضافتها. وبالتأكيد نبارك للشخص الساعة متبقية، الوقت قصير يا ميسي، نريد ما هو أكثر، لمسة عارف ويحاول الآن المرور ويتقدم الآن في الجهة الأخرى إلى ميسي، ميسي استلم، ميسي عدى، ولكن بعد ذلك التغطيات، بعد ذلك من جديد عرضية في مكان ديباول والمؤكلة في الموعد، المحاولة تصل فيها مرور، فيها تقدم، فيها تملك كرة قصيرة في مكان إلى ديباول، يتقدم ويخترق بيرسل كرة عرضية بالتأكيد على إشراك، لكن ميسي الآن، ميسي الآن، ميسي يتقدم في العملة كرة، ميسي على تنفيذ الضربة الركنية، كرة عرضية لف الله إلى رامون سوزا، المهاجم الذي يجد نفسه مجبرا على أدوار دفاعية، بينما هنا من يريد أن يلعب كل الأدوار ومن يلعبها هنا جاهزية الكاملة، العودة من الإصابة، لكن لشان مولينا في مكان التمريرة، يا لو تارو يا لو تارو يا لو تارو، لم تسجل أيضا، لم تأتي أيضا، يا لو تارو أنا معك في الإنتر، كنت لا تهدرها أبدا، شوف شوف اللقطة، شوف اللقطة، ها